السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني. الباب الجديد عندنا اللي هو بيمثل الباب الرابع اسمه العناصر الممثلة في بعض المجموعات المنتظمة. الباب ده من الأبواب المهمة جدا، لأن الباب ده فيه مجموعة من المعادلات هيتم دراستها هي بالظبط في الصف الثالث، وبالتالي هي فرصة كويسة ان احنا نتعود على المعادلات ونفهم المعادلات بتتكتب ازاي وهكذا. زي ما تعودنا مع بعض في البداية نتعرف مع بعض على اهم المفاهيم اللي هتكون موجودة معانا في الدرس. عندنا النهاردة حاجة اسمها المجموعات المنتظمة، وعندنا مفهوم مهم جدا اسمه الظاهرة الكهروضوئية. زي ما عودناكم في نهاية الدرس لازم نكون عارفين عناصر المجموعة الأولى اللي هي بتسمى فلزات الأقلاء، ونعرف تركيبها الإلكتروني كويس، وكمان نذكر بعض الخواص العامة لعناصر المجموعة الأولى اللي هنستعرضها النهاردة إن شاء الله في حلقة النهاردة، ونستكملها مع بعض في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. في البداية قلنا عايزين نعرف يعني إيه المجموعات المنتظمة. المجموعة المنتظمة في الجدول هي المجموعات اللي بتاخد عندنا التمييز أو الحرف A، اللي هم عددهم 7 مجموعات من أول المجموعة 1A لحد المجموعة 7A. طيب ليه سموا العناصر ديت أو ليه سموا المجموعات بتاعت الجدول دي باسم المجموعات المنتظمة؟ لأن العلماء لقوا إن هذه المجموعات بتظهر العناصر بتاعتها تدرج منتظم في الخواص. طبعاً إحنا أخدنا الباب الثاني في الترم الأول كان كله بيتكلم على تدرج هذه الخواص، وزي ما انتم فاكرين احنا كل اللي اخدناه كان تدرج خواص العناصر الممثلة اللي هي بداية من العناصر عناصر المجموعة 1A لحد عناصر المجموعة 7A. اذا يطلق على العناصر الممثلة اسم المجموعات المنتظمة اللي بتاخد ارقام مجموعات بداية من 1A لحد المجموعة 7A، وبالتالي دول عددهم 7 مجموعات يطلق عليهم اسم المجموعات المنتظمة لأنهم يظهروا تدرج منتظم في خواص هذه العناصر. كل العناصر الممثلة هتشمل، نفتكر مع بعض، كنا قسمنا العناصر الممثلة لمجموعتين بيقع على يسار الجدول، والمجموعتين دول اللي كنا بنسميهم عناصر الفئة S، وكانوا المجموعتين دول واحدة فيهم اسمها 1A والتانية كان اسمها 2A. باقي المجموعات بتاعت عناصر الممثلة كانت بتقع على أقصى يمين الجدول اللي هي كانت بتتمثل في عناصر الفئة B. كلهم يا مستر؟ لا طبعا مش كلهم، كلهم ما عدا المجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة الصفرية، وبالتالي عناصر الفئة B كانوا 6 مجموعات، أنا هاخد منهم أول 5 بداية من المجموعة 3A اللي هي دي، وانتهاء بالمجموعة 7A، وهستثني طبعا المجموعة الصفرية. خلال الباب الرابع هنستعرض مع بعض مجموعتين من مجموعات العناصر الممثلة اللي احنا اطلقنا عليهم اسم العناصر او المجموعات المنتظمة. هناخدوا كام مجموعة؟ مجموعتين، اللي هم اول مجموعة وهي المجموعة 1A ولها اسم مشهور هنتعرف عليه، والمجموعة الثانية اللي هي المجموعة 5A. نبدأ مع بعض
أولا عناصر المجموعة 1A، أو يطلق عليها الاسم المشهور جدا بتاعها اللي كلكم عارفينه من المرحلة الإعدادية، وهي فلزات الأقلاء أو عناصر الأقلاء. تعالوا نفتكر شكل الجدول بتاعنا. آدي الجدول، وكنا مقسمين الجدول مع بعض إلى أربع مناطق. آدي أول منطقة فيهم اللي هي كانت اسمها عناصر الفئة S، والمنطقة الثانية كنا بنسميها باسم عناصر الفئة B، والمنطقة الثالثة كان اسمها عناصر الفئة D، ثم تفصل أسفل الجدول الفئة الرابعة من عناصر الجدول وهي عناصر الفئة F. أنا عايز مين من دول كلهم؟ أنا مش عايز لا العناصر بتاعت الفئة دي اللي هي الانتقالية الرئيسية، ودي سوف يتم دراستها إن شاء الله في المرحلة الثانوية بإذن الله، في سنة ثالثة ثانوي بإذن الله، ولا عايز العناصر الانتقالية الداخلية. أنا عايز العناصر اللي قدام حضراتكم اللي هي عناصر الفئة S متمثلين في المجموعة 1 و 2A وخمس مجموعات من عناصر الفئة B باستثناء المجموعة الأخيرة ديت من العناصر اللي هي عناصر المجموعة الصفرية. يبقى هنستكمل المجموعات بتاعتنا ب 3A لحد 7A. هي دي المجموعات المستهدفة عندنا في الدراسة في الباب الرابع. ومن هذه المجموعات زي ما قلنا هندرس أول مجموعة اللي هي 1A، وهندرس من عناصر الفئة B هندرس المجموعة اللي اسمها 5A اللي هي بتقع في هذا المكان. نبدأ مع بعض عناصر أول مجموعة عندنا وهي عناصر المجموعة 1A، وزي ما قلنا يطلق على هذه المجموعة اسم عناصر الأقلاء أو فلزات الأقلاء. خدوا بالكم من حاجة مهمة واحنا بندرس مع بعض في العناصر بتاعة المجموعة 1A، ان انا هستثني اول عنصر في اول الدورة. مين ده يا مستر؟ ده اللي هو عنصر الهيدروجين، يستثنى من هذه العناصر ونبدأ دراسة العناصر بداية من الدورة الثانية لحد الدورة السابعة. حتى العنصر بتاع الدورة السابعة مش هيتم دراسته بالتفصيل، لكن هننوه عليه في معلومة بسيطة. العناصر اللي موجودة عندنا هي بالترتيب عنصر الليثيوم عدد الذري 3، عنصر الصوديوم 11، البوتاسيوم 19، والربيديوم 37، والسيزيوم 55، والفرانسيوم 87. أول حاجة نعملها مع بعض دلوقتي، عايزين نمسك العناصر دي ونبتدي نوزعها، لأن التوزيع الإلكتروني هيخلينا نقوله كلام كتير النهاردة في خواص هذه العناصر. اللي فاكر التوزيع الإلكتروني من الترم اللي فات هيلاقي إن العناصر ديت بدايتها كده تقع في بداية الدورات، يعني ممكن إن أنت لو شاطر وفاكر التوزيع طبقا لأقرب غاز خامل، فأنت ممكن تستخدم الغازات الخاملة التي تسبق هذه العناصر في توزيعها. ازاي؟ يعني الليثيوم 3، طب انا عندي الهيليوم قبليه ب2، يبقى انا ممكن اقول هيليوم 2 اتبقى من الثلاثة واحد، هقول 2s1. نفس الحال بالنسبة للعنصر اللي بعديه في الدورة الثالثة، عنصر الصوديوم 11، اخد النيون 10 ثم 3s1، وبالمثل البوتاسيوم الغاز اللي قبليه اللي هو غاز رافو الارجون، يبقى ارجون 18 4s1، الروبيديوم كريبتون 36 5s1، السيزيوم هاخد الزينون ثم 6s1، ثم الفرانسيوم هياخد عنصر الرادون، اخذ 86 من ال 87 الكترون، اتبقى الالكترون الاخير اللي هو 7s1. مش جديد علينا طبعا ان احنا
هذه العناصر تقع في مجموعة واحدة، وبالتالي فهي تنتهي بإلكترونات تكافؤ واحدة كلها، وحيث ان هما في المجموعة 1A يبقى كله بينتهي بإلكترون واحد فقط، وأول إلكترون بيتملى في أي دورة زي ما احنا متعلمين هي الإلكترون بتاع الفئة S، وبالتالي كلهم بينتهوا بإلكترون واحد فقط في المستوى الفرعي S. ده هيكون له تأثير كبير جدا واحنا بنتكلم على الخواص بتاعت هذه العناصر. طيب قبل ما اتكلم على خواص العناصر دي، تعالوا نتعرف على عناصر المجموعة 1A ومدى توفرها ووجودها في الطبيعة، والشكل اللي بتتواجد عليه في الطبيعة بيبقى ايه؟ شكله ايه؟ نمسك عندنا اول عنصرين وهو عنصر الصوديوم وعنصر البوتاسيوم، هما العنصرين الاهم عندنا. ليه قلت الاهم يا مستر؟ تعالوا كده هوت نشوف هما ليه الاهم. بداية ترتيب انتشار العناصر دي في القشرة الارضية، والكلام ده احنا مش هنقوله غير على الصوديوم والبوتاسيوم بس. عنصر الصوديوم يحتل الترتيب السادس اكثر العناصر انتشارا في القشرة الارضية، وده ترتيب متقدم طبعا. عنصر البوتاسيوم يحتل الترتيب السابع على طول، وبالتالي هذه العناصر منتشرة في القشرة الارضية بوفرة. طيب بتتواجد في الطبيعة عندنا على هيئة ايه او على صورة ايه؟ قال لي بتتواجد على صورة خامات. طيب ايه هي الخامات اللي بيتواجد عليها عنصر الصوديوم في الطبيعة؟ قال لي فيه ملح مهم جدا اسمه الملح الصخري، اللي الصيغة بتاعته NaCl، اللي بيستخلص منه ال NaCl مركب كلوريد الصوديوم. بينما اهم خامات عنصر البوتاسيوم في الطبيعة وهو مركب كلوريد البوتاسيوم. كلوريد البوتاسيوم اللي هو KCl يتواجد عندنا في الطبيعة في مكانين، الاثنين اهم من بعض. اول مكان عندنا يوجد ذائبا في ماء البحر، يعني كلوريد البوتاسيوم موجود بكثرة في ماء البحر، ذائبا في ماء البحر. ايه تاني؟ عندي رواسب تانية اسمها رواسب الكارنالايت. الكارنالايت ده خام يوجد في الطبيعة عبارة عن كلوريد مزدوج لكل من البوتاسيوم والمغنيسيوم المرتبط ببعض من جزيئات الماء، فبتكون صيغته كالآتي: KCl dot MgCl2 dot 6H2O. ده كله على بعضه كده هو الصيغة بتاعت خام الكارنالايت، وهو كلوريد مزدوج زي ما قلنا للبوتاسيوم والمغنيسيوم المتهدرت. كلمة المتهدرت معناها اللي مرتبط بجزيئات المية. ولما نكبر كده وناخد في مادة الجيولوجيا، الملح المتهدرت المية اللي فيه دي احنا ما بنشوفهاش، ولكن المية دي بتكون موجودة جوه التركيب البلوري بتاع هذا الخام. وبالتالي يوجد كلوريد البوتاسيوم في ماء البحر ذائبا في ماء البحر، او يوجد في رواسب خام الكارنالايت اللي هو كلوريد البوتاسيوم والمغنيسيوم المتهدرت اللي رمزه KCl.MgCl2.6H2O. بينما ملح الطعام فيتواجد عندنا في الطبيعة في صورة الملح الصخري اللي هو NaCl. طيب بقية العناصر، قال لا بقية العناصر ديت نادرة الوجود ونادرا ما نجدها، بتوجد في القشرة الأرضية بنسب صغيرة جدا جدا ولا تذكر هذه النسب أساسا. طيب باقي العناصر كلهم؟ لا، أنا قلت كده احنا بنستثني آخر عنصر اللي هو عنصر الفرانسيوم. طب تعالوا نتكلم على عنصر الفرانسيوم كلمتين وبعد كده هو نسيبه خالص ونكمل مع بقية العناصر التانية. عنصر الفرانسيوم بداية هو عنصر مشع،
والعناصر المشعة عندنا في الكيمياء لها دراسة خاصة بيها، دراسة العناصر المشعة. أخذتم بعضا من هذا الموضوع في الباب الخامس في السنة أولى ثانوي لما كنا بنتكلم على باب اسمه الكيمياء النووية. إذا عنصر الفرنسيوم هو عنصر مشع. زي ما أنتم شطار واللي فاكر منكم أن العناصر المشعة بيكون لها حاجة اسمها أو مصطلح اسمه فترة عمر النصف. فترة عمر النصف هي الفترة التي تلزم لكي تنحل نصف عدد أنوية ذرات هذا العنصر. بالنسبة لعنصر الفرنسيوم فعنصر الفرنسيوم فترة عمر النصف له 20 دقيقة. يعني لو حضرتك عندك كتلة مقدارها 100 جرام من الفرنسيوم، بعد 20 دقيقة هيحصل انحلال إشعاعي لهذه الكتلة ويبقى يتبقى منها فقط 50 جرام فقط هم اللي هيكونوا فرنسيوم، والباقي هيكون اتحول الى حاجات تانية وهكذا. وبعد 20 دقيقة تانية هنصل الى نصف الكتلة اللي كانت بقت موجودة عندنا، 50 هتبقى 25 وهكذا. فيقال ان عنصر الفرنسيوم فترة عمر النصف له 20 دقيقة. عنصر الفرنسيوم نفسه ينتج عندنا من انحلال عنصر تاني مشع اسمه عنصر الاكتينيوم. وكعادة المعادلات النووية، المعادلة النووية يجب ان تكتب فيها الاعداد الذرية والاعداد الكتلية للمتفاعلات والنواتج علشان تحافظ لنا على قانونين كنا اخذناهم قبل كده، وهو قانون حفظ الكتلة او قانون بقاء الكتلة وقانون بقاء الشحنة. طيب عنصر الاكتينيوم عدده الذري 89، عدده الكتلي 227، ينحل ليعطي ويخرج من نواته جسيم الفا الذي يشبه نواة ذرة الهيليوم اللي هو رمزه النووي بتاع جسيم الفا HE24. فيتبقى داخل النواة بعد ما خرج منها 2 بروتون و2 نيوترون، يتبقى عندي عنصر الفرنسيوم اللي هو 87223. عايزكم تلاحظوا حاجة مهمة قوي هنا، هو انا قلتها وانا بشرح بس ممكن تكون ما اخدتش بالك منها. انا قلت ان المعادلات النووية دي بتحافظ لنا على او بتحقق قانونين، الاول اسمه قانون بقاء الكتلة والتاني قانون حفظ الشحنة او قانون بقاء الشحنة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مجموع الكتل اللي دخلت هتلاقيها قد اللي خرجت، ومجموع الشحنات اللي دخلت قد مجموع الشحنات اللي خرجت. ازاي يعني يا مستر؟ قال لي بص كده هوت معايا، العدد الكتلي اللي دخل 227، طلع الفرنسيوم ب 223، لو جمعت عليهم أربعة يطلع المجموع بالظبط 227. طبعا احنا عارفين العدد الكتلي هو ما يمثل كتل المواد اللي بتتفاعل او كتل المواد اللي بتنتج من التفاعل. وبالتالي 223 و4 فعلا 227، بينما العدد الذري هو بيمثل عدد الشحنات. ما انتوا فاكرين العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة او هو عدد الالكترونات السالبة في الذرة لما تكون متعادلة كهربيا، يعني ما فقدتش ولا اكتسبت، وبالتالي هو عدد سواء البروتونات او الالكترونات فهو بيمثل عدد الشحنات. طيب شوف كده هوت الشحنات اللي خرجت، الفرنسيوم عنده 87 والجسيم الفا 2 و87 يدينا 89، وبالتالي هنا قانون بقاء الكتلة والشحنة متوفرين، ودي من سمات المعادلة النووية. يبقى انا عنصر الفرنسيوم خلاص، هما دول الكلمتين اللي انا عايز اعرفهم عنه، وبعد كده هنسيبه خالص ونكمل مع بقيه العناصر خاصه عنصري الصوديوم والبوتاسيوم اللي هما يعتبروا اكثر عنصرين في عناصر الاقلاء انتشارا، وبيحتلوا الترتيب السادس والسابع عموما من حيث كل العناصر في القشره الارضيه.
هنبدأ مع بعض دلوقتي نتكلم على الخواص العامة لعناصر المجموعة الأولى وهي فلزات الأقلاء. هنبدأ الخواص النهاردة وهنستكملها إن شاء الله في الدرس أو الحصة القادمة بإذن الله. أول حاجة لاحظتوها معانا وإحنا بنوزع الإلكترونات، لاحظتم إن كل عناصر الأقلاء بتنتهي عندي في المستوى الفرعي NS، وكان بيوجد في مستوى الفرعي S كان بيوجد إلكترون واحد، ودي أول خاصية هتكلم عليها وهي وجود إلكترون واحد مفرد اللي هو بتاع NS1 في مستوى الطاقة الأخير لذرات فلزات الأقلاء، وما يترتب عليه من نتائج كتيرة جدا جدا. إيه النتائج اللي هتترتب على وجود إلكترون واحد مفرد في المستوى الطاقة الأخير لعناصر الأقلاء اللي هو NS1؟ خد عندك يا سيدي، أول حاجة عندنا إن عناصر الأقلاء طالما إن المستوى الفرعي S اللي هو دايما أنتوا عارفين بيقع في بداية الدورة، حطيت فيه أول إلكترون وبالتالي ده تسبب إن كل عنصر من عناصر الأقلاء أصبح يقع في بداية دورة جديدة في الجدول. يعني وانت داخل على اي دورة من الدورات الستة من اول الدورة الثانية، احنا قلنا الدورة الاولى مش معانا ان عنصر الهيدروجين مش معانا، وانت داخل كده من الدورة الثانية لحد الدورة السابعة اول عنصر هتخبط فيه كده وانت داخل في الدورة هيكون عنصر من عناصر الاقلاء. بالمناسبة ساعات بيسألونا يقولون هم ليه أطلقوا على عناصر الأقلاء مصطلح الأقلاء أو المصطلح ده هو جا من فين؟ تسمية الأقلاء دي تسمية قديمة جدا جدا، ويقال إن هي ترجع لإن أول ناس أطلقوا هذا المصطلح على عناصر المجموعة 1A كان علماء المسلمين، الكلام ده كان من زمان جدا، حيث أطلقوا عليها اسم القلي. السبب في انهم اطلقوا عليها هذا الاسم ان كان عنصر الصوديوم والبوتاسيوم من العناصر شديدة النشاط، ويشبه تأثيرهم لما بيجي يتفاعل زي ما هنشوف الكلام ده هو، هذه العناصر لما بتتفاعل مع الماء بتشبه بالضبط زيت القلي لما بيسقط فيه قطرات من الماء، نفس الصوت اللي بيظهر كده هو، هذه العناصر بتحتزها طبعا نظرا لنشاطها الشديد، فأطلق على هذه العناصر اسم عناصر الأقلاء أو فلزات الأقلاء. وبالمناسبة لكلمة الأقلاء تم ترجمتها في العديد من المراجع، وأصبحت هذه العناصر حتى باللغة الإنجليزية بتسمى باسم الألكالاي ميتال أو عناصر الأقلاء، وهي مشتقة من كلمة القلي أو فلزات الأقلاء زي ما قلنا اللي أطلقها علماء المسلمين. طيب يبقى قلنا أول حاجة ترتبت على وجود إلكترون مفرد في مستوى الطاقة الأخير لفلزات الأقلاء إن أصبح كل عنصر من عناصر الأقلاء يقع في بداية دورة جديدة في الجدول. تاني حاجة إن مركبات هذه العناصر بتكون آيونية وما لهاش غير عدد تأكسد واحد فقط اللي هو موجب واحد، الكلام ده احنا واخدينه بالتفصيل في الفصل الدراسي الاول في الباب الثاني. رقم ثلاثة، هذه العناصر بتكون نشطة كيميائيا جدا، وهي اكثر العناصر نشاطا نظرا لسهولة فقد الكترون التكافؤ. الكترون التكافؤ بتاعها بتفقده بسهولة، علشان لما بتفقد هذا الالكترون بتتحول بتبقى شبه الغاز الخامل اللي بيسبقها في الجدول، وبالتالي هي بتفقد الالكترون بمنتهى السهولة. ايضا سبب فقدها للالكترون، برافو، لان جهد تآين الاول بتاعها بيكون صغير وهو الاصغر بين العناصر. يعني ايه يا استاذ الاصغر بين العناصر؟ يعني اقل عناصر الجدول الدوري كلها من حيث قيم جهود التآين
هي عناصر الأقلاء، هي الأقل، وتحتوي على عنصر السيزيوم وهو أقل العناصر في جهد التآين بتاعها. طيب زي ما جهد التآين الأول بتاعها صغير، عايزة تفقد هذا الإلكترون المفرد اللي موجود عندنا في مستوى الطاقة الأخير ده عشان تبقى شبه الغاز الخامل اللي قبلها. طيب فقدت الإلكترون الأول بقت شبه الغاز الخامل. سامع حد بيقول لي برافو، هيبقى جهد التآين التاني بتاعها كبير جدا جدا. التعليل واخدينه في الباب الأول، في الباب الأول، في الباب في الترم الأول في الباب الثاني، لما قلنا جهد التآين الثاني أو جهد التآين عموما اللي بيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل دائما بيكون كبير، لأنه بيحتاج إلى طاقة عالية جدا نظرا للاستقرار الشديد في التركيب الإلكتروني لما بيكون المستوى الطاقة الأخير مكتمل. وبالتالي قلنا إن جهد التآين الأول للغازات الخاملة بيكون كبير جدا، جهد التآين الثاني للأقلاء بيكون كبير جدا، جهد التآين الثالث للعناصر 2A بيكون كبير جدا، وهكذا، وكلهم تعليلهم واحد. جهد التآين الثاني لعناصر الأقلاء بيكون كبير لأن خروج الإلكترون الثاني يتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل، وهذا يحتاج إلى جهد وطاقة عالية جدا جدا. طيب سادس حاجة من النتائج اللي بتترتب على وجود إلكترون واحد مفرد يسهل خروجه لأن جهد تأينه صغير، أن هذه العناصر أصبحت أقوى العوامل المختزلة في الجدول. تذكر معايا برضو، العوامل المختزلة هي تلك العناصر التي يحدث لها عملية أكسدة تفقد إلكترونات. طب مين أسهل من هذه العناصر في فقد الإلكترونات؟ إن كانت هي تعتبر الأصغر في جهد التآين، أصغر العناصر في جهود التآين، وبالتالي هي أسهل عناصر في الأكسدة، وبالتالي هي عوامل مختزلة قوية جدا. آخر نتيجة عندنا تترتب على وجود إلكترون مفرد في مستوى الطاقة الأخير، برضو كنا واخدينها قبل كده هو. فاكرين لما اتكلمنا على رابطة اسمها الرابطة الفلزية، احنا لسه متكلمين عنها قبل كده هو. الرابطة الفلزية قلنا هي رابطة تنشأ في الفلزات وبتكون نتيجة السحابة الإلكترونية للموجودة لعنصر الفلز اللي موجود عندي. طيب وكانت بتتأثر بعامل مهم جدا وهو عدد الكترونات التكافؤ، وكان التناسب طردي، بمعنى ان كل ما زاد عدد الكترونات التكافؤ للفلز كل ما زادت قوة الرابطة الفلزية اللي بتربط ذراته مع بعضها. طب انا هذا العنصر ما عنديش فيه غير الكترون واحد فقط، ما عنديش فلزات اقل من هذه الفلزات تحتوي على الكترونات، هو يعني هيبقى فلز عنده ايه اقل من الكترون؟ وبالتالي تعتبر فلزات الأقلاء أكثر الفلزات ليونة وأقلها في الصلابة وأقلها في درجة الانصهار وأقلها في درجة الغليان. إيه يا مستر ده كله؟ أيوة يا بابا، ما هي كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت هي نتائج مترتبة على ضعف الرابطة الفلزية. يبقى الرابطة الفلزية اللي موجودة عندنا نظرا لان هي بتكون رابطة ضعيفة تتضمن اشتراك الكترون واحد فقط في تكوين السحابة الالكترونية اللي بتربط ايونات الفلز جوه قطعة الفلز، فبالتالي هذه العناصر رابطتها الايونية رابطتها الفلزية عفوا بتكون ضعيفة جدا. وما يترتب على ذلك لما تكون الرابطة الفلزية ضعيفة معنى كده هو ان الفلز ده بيكون لين وبيكون صلابته قليلة ودرجة انصهاره وغليانه بتكون منخفضة، وهي أقل العناصر في كل هذه، أقل عناصر الفلزات في هذه الصفات اللي أنا قلتها. دي كانت أول خاصية عندنا وهي خاصية وجود إلكترون مفرد في مستوى الطاقة الأخير. الخاصية الثانية وهي أن عناصر الأقلاء تتميز بأنها تعتبر أكبر
ذرات عناصر الجدول حجما. برضو سامع اللي بيقول لي ايوه يا مستر، ما انت قلت لنا الكلام ده قبل كده، ان حضرتك بتبدا بحجم ذري معين، ثم يبدا الحجم ده هو بالنقصان تدريجيا، ار بتقل، نص القطر بيقل وانت ماشي في الدوره. وبالتالي اول عنصر هتقابله في المجموعه 1A هو اكبر العناصر حجما، اكبر من كل ذرات العناصر اللي جايه بعديه في نفس الدوره. نفس الكلام ينطبق على كل العناصر اللي موجوده في الدورات اللي بعد كده. وبالتالي فان عناصر الاقلاء تمثل اكبر ذرات العناصر من حيث الحجم. طب هنعدي كده ونمشي؟ قال لي لا، تعال نشوف ماذا يترتب على كبر الحجم الذري لذرات هذه العناصر. اول حاجة هتبقى موجودة عندنا ان عناصر الاقلاء تعتبر اكبر العناصر في الايجابية الكهربية. يا جماعة الايجابية الكهربية هي عكس السلبية الكهربية. اكبر العناصر في الايجابية الكهربية واكبر العناصر نشاطا كيميائيا، لانها يسهل عليها ان هي تفقد الكترون التكافؤ. يبقى بتفقد الكترون التكافؤ. طب سامع حد بيقول لي مستر ما تدينا تعريف للإيجابية الكهربية؟ هي مش عليا نصا، ولكن لو عايز تعريف للإيجابية الكهربية ورقة وقلم كده اهوت ورايا واكتب. الإيجابية الكهربية هي قدرة الذرة على فقد الكترونات التكافؤ. الإيجابية الكهربية قدرة الذرة على فقد الكترونات التكافؤ. نرجع تاني، ومن اكثر من هذه العناصر قدرة على فقد الالكترونات؟ معانا حجم ذري كبير، معانا جهد تآين اول صغير، معانا اقوى العوامل المختزلة، يعني اسهل العوامل في ان هي تحدث عملية اكسدة، وبالتالي يسهل فقد الالكترون دهوت، وبالتالي هي اكثر العناصر في الايجابية الكهربائية. مصطلح مهم جدا، خلي بالك. اتنين، ترتب ايضا على كبر الحجم الذري صغر قيم السالبية الكهربية. صغر قيم السالبية الكهربية، وسامع حد بيقول لي طب ما السالبية ده السالبية وجهد التآين والميل الالكتروني كمان كلهم بيصغروا. ايوه، ما احنا قلنا جهد التآين. انا هنا عايز اتكلم على صغر قيم جهد السالبية الكهربية. درسنا في الباب الثالث في الترم ده هوت، قلنا ان العنصر كل ما سالبيته الكهربية بتقل، كل ما بيكون اكثر عرضة واكثر قدرة على تكوين مركبات ايونية. مش اي مركبات ايونية كمان، دي مركبات ايونية قوية. زي ما شفنا ان اقوى المركبات الايونية هي تلك المركبات التي تنشأ ما بين عناصر 1A مع عناصر المجموعة 7A، وهي يطلق عليها اسمها الهالوجينات. ليه يا مستر دي اقوى المركبات الايونية؟ قلنا ان هي بتمثل اكبر فرق في السالبية الكهربية، وكنا قلنا ان كل ما زاد فرق السالبية الكهربية كل ما زادت قوة الرابطة الايونية. طيب فرق السالبية الكهربية ده هيجي ازاي؟ قال لي كل ما العنصر اللافلز سالبيته تزيد، وكل ما عنصر الفلز سلبيته تقل، في الحالة دي الفرق بيزيد ما بينهم. أظن طبعا كلكم عارفين أقوى العناصر في السالبية الكهربية وأكبرها هي عناصر 7A، وأقل العناصر في السالبية الكهربية، هقولها بطريقة تانية، يلا بصوا الشطار هيبصوا ورايا دلوقتي هيقولوا إيه؟ ها، أو أكثر العناصر في الإيجابية الكهربية. بدل ما أقول أقل العناصر سالبية، هم أكثر العناصر إيجابية، وبالتالي هي اكبر فرق. فبالتالي لما تلاقي الرابطه اللي بتنشا ما بين مثلا عنصر الصوديوم في 1A وعنصر الكلور معاه في نفس الدوره في 7A، شفنا في الباب اللي فات ان كان فرق السالبيه الكهربيه 2.1، وده فرق كبير بيعمل رابطه ايونيه قويه جدا. يبقى تاني خاصية ترتبت على كبر الحجم الذري هي الصغر
القيم السالبية الكهربية، الأمر اللي بيخلي تكوين المركبات الأيونية لهذه العناصر مع اللافل الذات بتكون مركبات أيونية قوية جدا. رقم ثلاثة، وهي أن هذه الفلزات هي الأقل في الكثافة، أقل الفلزات في الكثافة، تتميز بقلة كثافتها. طب هتقول لي إيه علاقة الكثافة يا مستر بالحجم الذري؟ قلتوه الكلام ده هوت ليه؟ لا ده أنت ترجع بقى تسمع الكلام اللي كنت بتسمعه قبل كده هوت في الإعدادي. أنت عندك رو أو الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. عارفك شاطر ومن منظر العلاقة ديت قدرت تستنتج ان العلاقة بين الكثافة والحجم زي ما انت شايف كده هوت علاقة عكسية، بمعنى ان كل ما الحجم يزيد الكثافة تقل. طيب دلوقتي بقى عرفت ايه علاقة الكثافة بالحجم الذري؟ تمام. نظرا لان هذه العناصر بتتميز بالحجم الذري الكبير يبقى الكثافة بتاعتها بتكون صغيرة. رابع خاصية واخر خاصية من الخواص اللي بتترتب على كبر الحجم الذري، خاصية مهمة جدا عايزكم تاخدوا بالكم معايا منها، وهي ان هذه العناصر بتستخدم، العناصر دي بتستخدم في تكوين ما يطلق عليه اسم الخلايا الكهروطوئية. واكثر عنصرين عندنا بنستخدمهم في الموضوع ده هو هما عنصري البوتاسيوم والسيزيوم. اشمعنى يعني البوتاسيوم يا مستر؟ طبعا ده عنصر متوفر جدا. واحد هيقول لي طب ليه ما خدتش الصوديوم معانا؟ انا ما خدتش الصوديوم. طب حضرتك تستخدم مين؟ اللي حجمه الذري عامل كده اهو، ولا اللي حجمه الذري اللي اكبر؟ لا طبعا كل ما يزيد الحجم الذري كل ما يبقى العنصر ده فعال اكتر في تكوين الخلايا الكهروضوئيه. طب اخدت السيزيوم ليه مع انه نادر؟ ده اكبر نص قطر في الذرات، وبالتالي الخليه الكهروضوئيه اللي بتتعمل منه بتكون افضل الخلايا بتاعت الكهروضوئيه بتاعت عناصر الاقل. عمال حضرتك تقول الخليه الكهروضوئيه وكده، عايز اعرف ايه الخليه الكهروضوئيه ديت، او ايه هي الظاهره الكهروضوئيه؟ شوف يا سيدي، الظاهره الكهروضوئيه هي ظاهره تحرر الالكترونات من اسطح فلزات الاقلاء عند سقوط الضوء عليها. عند سقوط الضوء عليها تتحرر الالكترونات منها. وطبعا انتوا عارفين لو انا وصلت هذه الخلايا الكهروضوئية في دوائر كهربية وسقط ضوء هيحرر الكترونات، وبالتالي هذه الخلايا تستخدم في تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية. طبعا بنشوف عديد من الاجهزة بتستخدم بالخلايا الكهروضوئية، او ساعات بنطلق عليها الخلايا الشمسية، لان كلها بتعتمد على فكرة واحدة وهي تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية. يبقى تعرف الظاهرة الكهروضوئية على أنها ظاهرة تحرر الإلكترونات من أسطح الفلزات عند سقوط الضوء. وهنا لازم يستوقفك شوية التعريف ده هو إيه ده؟ معناها إن الطاقة بتاعت الضوء، طاقة الضوء اللي هي ممكن ما تحسش بيها وكده وأنت ماشي، ها؟ طاقة الضوء دي بالنسبة لعنصر الأقلاء بسبب حجمه الذري الكبير وضعف إلكترونات التكافؤ وارتباط إلكترونات التكافؤ بالأنوية، فتكفي الطاقة الضوئية لتحرير هذه الإلكترونات من أسطح الفلزات. كده أظن عرفنا يعني إيه ظاهرة كهروضوئية وإيه علاقة الظاهرة ديت بالحجم الذري. كل ما الحجم الذري بيكبر جهد التآيون بيقل وارتباط الالكترون بالنواة بيقل، وبالتالي اقل قدر من الطاقة يكفي لخروج الالكترونات، فطلعت عندنا ما يطلق عليها اسمها الظاهرة الكهروضوئية. ندخل على الخاصية رقم ثلاثة، وهي من
الدروس العملية المهمة جدا. طبعا احنا ما بقاش عندنا دروس عملية، ولكنها من الحاجات المهمة اللي هتدرسها ان شاء الله في الباب الثاني في الثانوية العامة، في باب كامل اسمه الكيمياء التحليلية او التحليل الكيميائي. ايه هي الخاصية دي؟ الخاصية دي بتقول ان مركبات هذه العناصر تعطي الوانا مميزة لما بنجري عليها حاجة اسمها الكشف، الجاف عفوا، اللي بنطلق عليه اسمه دراي تيست او كشف اللهب. تعالوا نتكلم مع بعض كده هو ونعرف ايه هو طبيعة الكشف ده. هو طبيعة الكشف ده بتيجي من حاجة درستها معانا في الترم الاولاني، ان هذه العناصر عند حدوث اثارة لالكتروناتها، الاثارة عندنا المرة دي هتكون مش بطاقة الشمس، الاثارة المرة دي هتكون باللهب. لما بيحصل اثارة لالكترونات هذه العناصر بتنتقل الى مستويات طاقة اعلى، ولكن سرعان ما تعود مرة اخرى الى مستويات الطاقة الاصلية بتاعتها وتعطي الوانا مميزة. فاكرين لما اخذنا مع بعض الاطياف في الباب الاولاني؟ تمام. ومن هنا جاءت فكرة كشف اللهب او الكشف الجاف. تعالوا نتعرف مع بعض الكشف الجاف او كشف اللهب ده هو عبارة عن ايه. كشف اللهب بنجيب سلك من البلاتين ونحطه في حمض الكبريتيك او حمض الهيدروكلوريك المركز، وذلك لتنظيفه. انا عايز محتاج يكون سلك البلاتين ده ما عليهوش اي عنصر او اي حاجة. اتنين، هنجيب الملح المجهول، الملح اللي بيحتوي على احد فلزات الاقلاء، ونغمس السلك البلاتين في هذا الملح. رقم ثلاثة، نعرض سلك البلاتين وما يلتصق عليه من الملح الى لهب بنزين اللي شايفينه قدامكم في الصورة، ده اسمه لهب بنزين. وفي منطقة عندنا في لهب بنزين بتكون منطقة مضيئة من غير لون، يعني منطقة غير مضيئة، لهب غير مضيء، ملوش لون يعني. تمام. فلما بنيجي نحط العنصر اللي احنا عملناه في سلك البلاتين في صورة مركب، بلاقي ان اللهب ده بيكون لون مميز نظرا لإثارة الالكترونات في كاتيون العنصر بتاع الأقلاء. يبقى كشف اللهب تاني، بجيب سلك من البلاتين بغمسه في حمض الهيدروكلوريك المركز لتنظيفه، ثم بغمسه في الملح المجهول. انا هنا بتكلم على شق الكاتيون اللي هو الايون الموجب اللي هو بيمثل عنصر الاقلاء. تمام. بعرض السلك ده لمنطقة الغير مضيئة في لهب بنزين، فيكتسب اللهب ده لون مميز لهذا الكاتيون. طيب يلا بينا نتعرف مع بعض على الالوان المميزة لعناصر مجموعة الاقلاء. لو جينا بصينا على كاتيون الليثيوم وعملنا له تجربة الكشف الجاف، هنلاقي ان اللهب يتلون باللون اللي قدام حضراتكم ده، وهو اللون القرمزي، لون قريب جدا من اللون الاحمر. لو جبنا عنصر الصوديوم، عنصر الصوديوم ازاي؟ لو جبنا ملح يحتوي على كاتيون الصوديوم زي كلوريد الصوديوم مثلا، هنلاقي ان اللهب يتلون باللون الاصفر الذهبي. نفس الحال بالنسبة لعنصر البوتاسيوم، هلاقي ان اللهب يتلون باللون البنفسجي الفاتح زي ما احنا شايفين. اما في عنصر السيزيوم فيتلون اللهب باللون قريب من ده، وهو اللون الازرق البنفسجي. هذه التجربة من التجارب الهامة جدا في فرع الكيمياء التحليلية، وسوف يتم دراسة بعض من هذه الألوان أو بعض من هذه الكشوف السنة الجاية إن شاء الله. طيب
ندخل على الخاصية الرابعة، ودي تقريبا هتكون الخاصية الأخيرة نظرا لوقت الحلقة. هنتكلم مع بعض على تأثير الهواء الجوي، وتقدروا تعتبروا إن الخاصية رقم أربعة دي هي أولى الخواص الكيميائية، يعني كل الخواص اللي فاتت دي نقدر نسميها خواص فيزيائية. طيب إيه هو تأثير الهواء الجوي؟ طيب إحنا وصلنا إن العناصر بتاعت الأقلاء هي عناصر شديدة النشاط، كبر حجمها وصغر جهد تآينها بيخليها عوامل مختزلة قوية جدا تسهل أكسدتها بمنتهى البساطة، تتأكسد بسهولة شديدة. وبالتالي فإن تأثير الهواء الجوي نظرا لنشاطها الشديد فإنها تصدأ في الهواء سريعا وسرعان ما تفقد بريقها ولمعانها المعدني نظرا لتكون طبقة من الأكسيد عليها، زي ما بيحصل بالظبط في المسمار اللي مصنوع من عنصر الحديد بيحصل لعنصر الأقلاء. بس الحديد نظرا لقلة نشاطه ممكن ياخد معاه شهور، ممكن ياخد سنين على بال ما يصدي. لا، أنا طبقة الصدى في عنصر الأقلاء سرعان ما تتكون، حضرتك تطلع عنصر الأقلاء اقطع منه جزء دوت وسيبه شوية معرض للهواء الجوي، هتلاقي المنظر ده اتكون قدامك في وقت صغير جدا. بص العنصر لونه الاساسي اهو بريق ولمعان زي كل الفلزات، ولكن سرعان ما يفقد هذا البريق وتتكون طبقة من الاكسيد او ما يعرف باسم الصدأ نظرا للتفاعل مع مكونات الهواء الجوي. وسوف يتم دراسة تفاعل الصدأ بالتفصيل ان شاء الله في سنة ثالثة ثانوي بإذن الله. طيب خلاص كده احنا هنمشي يعني؟ لا، قال لي طب تعالى نشوفه بس كده. قال لي عنصر الليثيوم العنصر بيتحد مع النيتروجين، يتحد عنصر الليثيوم مع النيتروجين ويكون مركب اسمه نيتريد الليثيوم. نيتريد الليثيوم ده يتكون عندنا طبقا ل، خلي بالكم يا جماعه، عنصر الليثيوم هو العنصر الوحيد من عناصر الاقلاء اللي بيعمل الكلام ده. هو اشمعنى يعني واحد هيقول لي انت اشمعنى اتكلمت عن الليثيوم؟ لانه الوحيد اللي بيتفاعل مع النيتروجين من عناصر الاقلاء. فيتفاعل عنصر الليثيوم مع النيتروجين ويكون نيتريد الليثيوم رمزه Li3N. معادلة التفاعل قدامنا اهي، وطبعا معادلة سهلة جدا تنتمي الى معادلات الاتحاد المباشر، ليثيوم زائد نيتروجين اتحدوا اتحاد مباشر مع بعض ادينا نيتريد الليثيوم. اهمية التفاعل ده عندي بعد كده هو ان عنصر النيتروجين لما بيتحد مع الليثيوم ويكون نيتريد الليثيوم، نيتريد الليثيوم ده لما بيدوب في المية بيكون غاز النشادر، ويتفاعل عندنا نيتريد الليثيوم الليثيوم يتفاعل مع الماء ويكون هيدروكسيد الليثيوم ويتصاعد غاز النشادر. واحد يقول لي طب ازاي يتكون الكلام ده؟ طب تعال نشوفه بالتفصيل كده هوت ايه اللي حصل. كلكم شطار وعارفين ان المية ممكن نكتبها على هيئة HOH. وادي عندنا المركب اللي اسمه نيتريد الليثيوم اللي هو Li3N. اقدر اعتبر ان التفاعل ده هو ينتمي الى تفاعلات الاحلال المزدوج، ده بيمثل الشق الموجب، ده بيمثل الشق السالب في المركب الاول، ده بيمثل الشق الموجب، ده بيمثل الشق السالب في المركب الماء. فيتحد الليثيوم الموجب مع الهيدروكسيد السالب ليكون هيدروكسيد
الليثيوم. عرفت يا سيدي جاي من فين؟ ثم يتحد الشق الموجب في الماء اللي هو الهيدروجين مع النيتروجين بتاع نيتريد الليثيوم فيكون مركب النشادر، طبعا مع احترام الاوزان. فبالتالي يتفاعل نيتريد الليثيوم مع الماء ويكون غاز النشادر بانتهاء الخاصية رقم 4. ينتهي الحلقة النهاردة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. أطيب أمنياتي وأرق تحياتي، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.